يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجع لكم بمقطع جديد من اليوم. لقيت مقطع اسمه خطة الإخلاء في مدرسة معينة ومسمينه فيلم الزلازل. من صورة المقطع بديت أحس إنه في حاجات كثير غلط. ما أقدر أشوف صورة مقطع زي كذا وأسحب عليه ولا كأنه شيء صار. لازم نشوف إيش صار بالضبط. طيب يا شباب، أنتم سمعتم من الزلازل وغلاها وش تسوي في الطبيعة؟ أوكي، وقت مستقطع. دقيقة بالله، مكتوب في السبورة المادة رياضيات، الموضوع مساحة المثلث، الزلازل، تعريف الزلازل، أضرار الزلازل، إنا لله وإنا إليه راجعون. كانوا يدرسوا الزلازل في الرياضيات وأنا ماني داري. أنا ما كرهت الرياضيات إلا عشان كذا. إيش دخل أم مساحة المثلث في الزلازل؟ يا أخي نيوتن ذا يدور مشاكل ولا إيش؟ اللي يبغى يدرس الزلازل يمشي ناشونال جيوغرافيك. إحنا مال أمنا صلاح، لا تورطونا في حاجات زي كذا. يعني كوارث طبيعية. فسمعت ان الزلزال صار قبل فترة، اللي صار راس مرة طويلة خلاص. فافضل وسيلة لا قدر الله معلم الرياضيات قد تضغي من وقت حصة اوكي، يعني الموضوع ذا ماله صلاح في حصة الرياضيات الحمد لله، ومعليش على التهور اللي في البداية، خلاص قفلت معايا من المادة دي. بس ليش الاثنين ذولا قاعدين يضحكوا؟ انتوا تحسبوا الزلازل ضحك ولعب؟ ليش ما تقعدوا بأدب واحترام زي الآدم؟ اذا ما قد شفت جلسة مؤدبة اكثر من كذا في حياتي. حلاقة مؤدبة، يدينه فوق الطاولة، مرتب القلم والكتاب على زاوية واحدة، هذا تعريف الأدب. الآدم إذا مؤدب صح. صار زلزال الاختباء تحت. دقيقة، هذا أبو قحطن ولا أنا ما أشوف زي الناس؟ وارث تأثر على الطبيعة بشكل خلاص. السلام عليكم. ما شاء الله، شو الموضوع اليوم؟ مساحة المثلث. ما شاء الله، المادة الرياضيات. وليه تتكلم عن الزلازل يا استاذ عماد؟ سبقنا في الزلازل، نعطي الطلاب درس شراكة الله في الزلازل ولا شيء، ياخذوا رحلتهم. هذا من خطة المنهج عندك؟ لا لا، برا المنهج. بس نعطيه فكرة. استاذ عماد انك تلتزم بخطة الدرس وتترك عنك مواضيع الزلازل اللي ما تهم مادة الرياضيات. بالضبط بالضبط، قايل لكم اللي يبغى يتعلم زلازل يمشي ناشونال جيوغرافيك ولا يمشي يضيف علماء في السناب شات. قيمة اكس تكفي وتزيد في الرياضيات. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله الرياضيات وموضوع الزلازل. كم 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 امسح امسح. صح كلام الأستاذ، الزلازل ما هي فائدتكم. بس دقيقة، الزلازل تفيد في ايش اصلا؟ من جد الزلازل تفيد في ايش؟ ما هي فائدة الزلازل؟ ما من امها فائدة. ليش قاعدين يدرسوا الزلازل؟ الزلزال لو صار لا قدر الله بيكسر ام الدنيا وما حد بيقدر يوقفه. درستوا ولا ما درستوا؟ حتنفرش كذا ولا كذا؟ ليش تضيع وقت وتدرس زلازل؟ كيف يتكون الزلزال؟ يتكون من فوق خشمك، ما حد يقدر يسوي شيء، تضيع وقت على فاضي. امسح امسح يا جبارك، عندنا لغة يسمح حميدين. ليش شبيه ابو قحطان قاعد يطالع في الكاميرا؟ ركز في الدرس يا ابني. سبحان الله، قاعد دايم بالله شغل لهم آهات 99. مسحوا كلمات الزلازل من السبورة وضحكوا على أستاذ الرياضيات وفجأة حصل الزلزال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، شيت يا رجال شيت يا رجال شيت يا رجال. اللي جاب فكرة الفيلم ذا متأثر بالأفلام الهندية، التأثير ما هو طبيعي. طيب خلوا الزلزال في الحصة السابعة على الأقل، مسحتوا الكلام من السبورة وصار الزلزال على طول. متفقين مع الزلزال ولا ايش؟ ايش السرعة ذي؟ بشويش يا اخوان، تمهلوا، حركات سلمان خان ما تنفع هنا. ليش ذا قاعد يجري وهو مقفل عيونه؟ افتح عيونك يا ابني. ليش الادم اذا مفجوع زي كذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله شيء يخوف. ليش الطالب ذا يجري نفس جرية سابق ولاحق؟ وات از ذس؟ ليش ذا حاط يده في اذنه كانه قاعد ينشد هو يجري؟ هذا ما صار اخلاء بعد كذا. يا
من بين أسماء الفؤاد تبعثروا دمعاتنا فوق الخدود وتنثروا تبكيك أسطرنا ودمع عيوننا كالمزن من فوق البرايا تمطروا فلك النفوس لواعج مكلومة يعني هذه آثار الزلزال، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله وراكم تنظيف أبو دب، قصدي الزلازل، مشكلة كبيرة انتبهوا منها. ولك القلوب حزينة تتكسر ولك القوافي بالحروف كريمة ولك الحروف عن اشتياق تعبر طبعا هم الحين ممثلين انهم ماتوا من الزلزال، الله يبعد عن الجميع. بس ليش الادم اذا طايح بالوضعية ذي كأنه مومياء فرعونية؟ ما لقيت وضعية ثانية ولا ايش؟ عندك وضعية التكوى زي الادم اذا متكي كأنه قاعد يتفرج تلفزيون، وعندك وضعية القلبة زي الادم اذا قاعد كأنه يتفرج مقطع مصور بالمقلوب، وعندك وضعية النظافة زي الادم اذا جالس ولا كأنه صار اي شيء ما يبغى يوسخ الثوب. عندك وضعيات كثيرة وما اخترت غير وضعية المومياء. مكلومة ولك القلوب حزينة تتكسر ولك القوافي بالحروف كريمة ولك الحروف عن الاشتياق تعبر فاسأل محابرنا وحاضح دمعنا. ما فهمت ايش قال هنا. عن وجد النفوس واكثر قاد ديم، انتم مستوعبين الفصل ذا قديش يبغى له تنظيف وترتيب؟ خلوا فيلم الزلازل ذا ينفعكم بعد ما تخلصوا. لسنا الذين بخاذلين حبيبهم من بعد امس بالحبيب يعطروا يا صاحبي بالوليم ينبضوا خافقين وحروف اسمك في فؤادي تسطر يا صاحبي لك في الفؤاد معزة فأبو عليا في القلوب مقدر تهامست العيون بدمعة من بين جدران الأسى تتحدر ولكم تجاورت القلوب بدعوة في ظلمة الليل. اوكي بصراحة الفيلم فكرته توعوية ومرة جيدة، بس انا لين دحين شايل هم التنظيف وانا مالي صلاح، الله يعينهم. انا ما ضحكني غير التعليقات اللي في المقطع ده. طيب اللي يصور ما يموت كيف؟ استغربت. كذب واللي معي لايك. كذب ليه؟ شفت واحد حرك ايده. الله يعينكم وكل اللي اعطاكم لايكات، ما اعرف ايش اقول غير كذا. وخلاص كذا انتهى المقطع على ما اعتقد. وبس كان هذا كل اللي كان عندنا. اشترك في القناه وتضم القافله ولا تنسى تكسر زر اللايك لين اليوتيوب يشتكي. نشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. واها بيس. ثم الفلوس في اكس 84 يقول هل انت تحب المحتوى اللي انت فيه؟ شيء اكيد اني احب المحتوى اللي انا قاعد اسويه، لو ما يعجبني الشيء اللي قاعد اسويه بغيره، يمكن يجي وقت اطفش فيه من المحتوى ذا، بس ما اعتقد حيكون قريب، ولو غيرته بغيره لشيء احسن. منباوي يسأل ما راح تاخذ قناتي؟ كنت تمزح صح؟ لا لا والله انا ما كنت تمزح، انا برضو كنت اتمنى لو ان الموضوع كان مزح، بس للاسف باخذ قناتك من جد. ولين دحين منتظر كلمة تستير، ارسلها انت وصورتك التعبانة دي. ميم يقول ابو قلقلة مسلم، اول شيء اسمه ابا قلقلة مو ابو قلقلة، والحمد لله الرجال مسلم. انا كنت بجيبه هنا عشان اخليه يجاوب على سؤالك، بس انا عارف انه ما حيجاوب عليك بطريقة كويسة ويمكن يزعلك، عشان كذا ما بكلمه. راكان تايم يسأل انت براون؟
اوكي خلاص جاء الوقت اللي لازم تعرفوا فيه، خلاص يعني لازم اعترف واقول الحقيقة. السؤال ذاك